صباح الفل على الناس، ازاي هي كل اليوم حبيت نحكي لكم على الفوياج نتاعي اللي زي الكومار اللي بديته من مطار جوليوس نيريري دار السلام، وين خذيت الخطوط الجوية التنزانية اير تنزانيا ان ايربوس A220 ديكولاج 10 تاع الصباح، ان فول كي ادوري 1h25. لو بي خذيته على سكاي سكانر 220 دولار على الروتور. طيارة جو لا شانس انها كانت فارغة نهارتها، دونك نجمت ناخذ تصاور على اليمين وعلى اليسار دي فيديو سون جيني بيرسون، من غير ما قلق حتى حد. اغلب الوقت عديناه فوق لوسيون انديان، المحيط الهندي المزيان الجميل، والابروش بدات من السود نتاع ليل جراند كومور اللي هي اكبر جزيره في ارخبيل جزر القمر اللي فيها العاصمه ديجا موروني. ومن بعد لو بيلوت يتوجه من الجنوب نتاع الجزيره، يطلع حتى للشمال نتاع الجزيره، يتعدى فوق مدينه موروني، العاصمه موروني اللي هي مدينه صغرونه مزيانه برشا، تو نحكي عليها في فيديو اخرين. وكما تشوفوا ليل بكلها سيتونيل جبلية، جزيرة كلها جبال بركانية، براكين خامدة بطبيعة الحال، مغطية بكلها بغابات خضراء مزيانة برشا كثيفة. والطائرة كما تشوفوا متجهة للشمال نتاع جزيرة جراند كومور، وين باش نلقاو المطار نتاع البرنس سعيد إبراهيم، الأمير سعيد إبراهيم. كما تشوفوا فما كياس واحد يدور بالجزيره كلها، الانفراستركتور نتاعهم مالوروزمون ضعيفه. وقت اللي وصلنا للمطار نتاع برنس سعيد ابراهيم، بما انه موجود ما بين جبل والبحر، دونك يلزموا تيت مانوفر اكروباتيك، تمثلت في انه الطائره تعمل دومي تور يوتر وتبدا الديسانت ولا الاتيريساج بروغريسيف على البيست. المطار فيه بيست واحدة صغيرة، one runway ايروبورت، والحمد لله ما فماش دي توربولانس بكل، دونك الرحلة كانت ستابل برشا ولا تريساج ستابل. وهو ما بيناتنا من الجمال نتاع المناظر اللي تشوفها عن طريق الشباك. وبالمناسبة ننصحكم تاخذوا كرسي دي كوتي دروا من ناحية اليمين اللي يخليكم تشوفوا الليتورال بكله الغربي نتاع الجراند كومار. ووقت اللي تبدأ هابط الطيارة تبدأ عندكم منظر مزيان برشا على المحيط الهندي، ونهارتها صافية اسمع صافي والبحر راكح. ووقت اللي هبطنا تاتش داون كان خفيف ياسر، ما حسينا بحتى خفان هكا في الطيارة ولا دي سكوس. ورابيدمون وصلنا للباركينج اريا تاع الطياره. كيما قلت لكم مطار صغير بكل، دونك ماهوش هكا النوع تاع المطارات الكبار اللي تلقى فيه برشا طيارات. ديجا طيارات الوحيدين اللي يوصلوا له هما الاثيوبيه والتنزانيه والكينيه وكلكو كومباني تاع ما بين الجزر اللي زنتري اللي يسميوهم. وقت اللي وصلنا لل اخر المطار، يعني فيتامون هبطنا على الدروج، مشينا على ساقينا حتىش للمطار في حد ذاته، وين الاجراءات نتاع الفيزا اجراءات بسيطه بكل، وتتمثل في انه فورمولار تعمرها وتخلص 30 اورو وتاخذ الفيزا سور بلاس، فيزا نتاع 30 جور ولا 45 جور جي اوبليي سامحوني، وتمشي فوكولكتي الباجاج نتاعك، تاخذ تاكسي وتمشي.